الإعلان عن انتصارات ساحقة وتحرير مواقع هامة استراتيجية شرق مدينة البيضاء، لنشاهد التفاصيل. أعلنت قوات الجيش الوطني تحرير مواقع ومرتفعات استراتيجية جديدة شرقي مديرية البيضاء مركز المحافظة. وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة إن قوات الجيش مساندة بالمقاومة الشعبية حررت مواقع ومرتفعات استراتيجية جديدة شرق مديرية البيضاء وسط فرار جماعي لعناصر جماعة الحوثي المدعومة من إيران. وأضاف إن طيران تحالف دعم الشرعية دكة تجمعات ومواقع متفرقة لجماعة الحوثي في أطراف مديرية البيضاء وتكبدها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح. وفي السياق قال محافظ محافظة البيضاء لواء الركن ناصر السوادي إن عملية التحرير انطلقت ولن تتوقف إلا بتحرير المحافظة بالكامل من الجماعة الحوثية. جاء ذلك خلال تفقده أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المرابطين في الخطوط الأمامية في جبهة ثره المجاورة لمديرية مكيراس. إلى ذات السياق أصدر الجيش بيانا جاء فيه: بعد إحباط هجمات الجماعة الحوثية، قوات الجيش مسندة بالمقاومة الشعبية تحرر مواقع ومرتفعات استراتيجية جديدة شرق مديرية البيضاء. وأضاف البيان إن طيران تحالف دعم الشرعية قام بضرب مواقع متفرقة الجماعة الحوثي على أطراف مديرية البيضاء وتكبدها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح. وأوضح العقيد يحيى الحاتمي رئيس قطاع الإعلام العسكري في الجيش الوطني اليمني إن قوات الشرعية اليمنية حققت انتصارات كبيرة في البيضاء وحررت 8 مديريات، مشددا على أن عملية استعادة البيضاء كاملة تتقدم بثبات. كما أكد أن الجماعة الحوثية قصفت المدنيين بصواريخ باليستية بعد أن تكبدت خسائر فادحة خلال الساعات الماضية. إلى ذلك أعلن أن الجيش استعاد بعض المواقع من الحوثيين شرق مديرية البيضاء وكبد الحوثيين خسائر كبيرة.